أنا عيسى إبراهيم من مملكة البحرين، سعيد بتواجدي في هذا الملتقى رحلة ليوا 2020. هذه فرصة لكل مصور عربي في جمع لمستويات متفاوتة بين محترفين وهواة للتعلم من تجارب البعض والالتقاء والتعارف. سعيد أن أكون ضيف في هذه الرحلة وأن أقدم تجربتي في تصوير حياة الناس في السفر اللي راح أتخلل الرحلة اللي هو المحاضرة عن تجارب شخصية أنا زرتها في أكثر من بلد أجنبي وعربي. طرقت إلى المحاضرة في أمور وأساليب التصوير والتعامل مع الناس في السفر.